طبعا ممكن ننضف بمنديل ورق، بس طبعا مش محبب يعني، لان الورق ممكن يسيب زغب او وبر على السلوك وممكن يضر لي اكتر ما يفيد. اه ندخل دي جزء بالراحة كده. وفي الناحية دي في سلكين برضو هنا موجودين في الداخل هنا كده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو بسيط عن فك وتنظيف والمشاكل اللي بتنتج عن الكورونا الموجودة أسفل الدرام في مكنات زروكس 57 55. هنفتح الباب. الكورونا الموجودة أسفل الدرام أو الكورونا الخارجية اللي هو الجزء ده، بنحل الجزء ده إزاي وهنوريكم إيه المشاكل اللي بتنتج عنه. بنشد الجزء الأخضر ده للخارج كده، فبتبدأ دي تنزل كده. الجزء الأزرق ده نضغطه للداخل ونرفعه للأعلى ونبدأ نشده للخارج بالراحة كده. لو لاحظنا هنلاحظ ان عليه حبر اهو، مش نضيف خالص اهو. هنوريكم ايه المشاكل اللي بتنتج عن ان الجزء ده مش راكب كويس او مش نضيف. ادي مشكلة مثلا اهي، نلاقي حتة بيضة كده في الورقة. طبعا دي جزء بسيط، هنا دي جزء بسيط كده، ممكن يزيد عن كده. نلاقي اجزاء بيضه خالص في الورقه ما فيهاش حبر نهائي. دي سببها ايه؟ سببها ان الكورونا مش راكبه كويس. ايه كمان عندي؟ مثلا نلاقي فيه تلطيش في الورق كده او في بعض الحبر بسيط كده اهو اهو. دي بيجي من ان الكورونا ديت عايزه تتنضف. هتتنضف بايه وتتنضف ازاي هنوري حضراتكم. طبعا الحبر ده كلته نبدأ ننضفه بحتة ايه، بقطعة قماش كده. طبعا يفضل انها تكون قطن كده كويسة وننضف بالراحة كده الأجزاء دي كلها، ما نسيبش أي حبر هنا خالص كده. ونحرك الدراع ده اهو. طبعا الدراع ده بيعمل ايه؟ الدراع ده فيه جزء هنا، في هنا سلوك هنا خفيفة كده رفيعة جدا، خلي بالنا لو انقطعت هتبقى مشكلة. السلوك ديت هي اللي بتنقل السرعة على الدراع، فالحركة ده هي بتنضف لي السلوك اللي موجودة في الداخل دي. احرك مرتين ثلاثة كده اهو، وفي نفس الوقت اني ممكن نمرر اي شيء ناعم كده على الايه، على السلك. في الناحيه ده سلك وهنا سلكين. طبعا السلك طبعا مش هيبان، انا هنزل القماشه كده بالراحه ونبدا ايه ننضف كده. طبعا ممكن ننضف بمنديل ورق، بس طبعا مش محبب يعني، لان الورق ممكن يسيب زغب او وبر على السلوك وممكن يضر لي اكتر ما يفيد. اه ندخل دي جزء بالراحة كده. وفي الناحية دي في سلكين برضو هنا موجودين في الداخل هنا كده. الجزء المعدني ده هو
نتأكد منه كويس ان المسامير ده هو والمسمار ده هو راكبين كويس، لان الجزء ده هو عندي اتلف درامين، واحنا وانا ما كنتش عارف ايه السبب. يعني الدرام حصل فيه خط كده وباظ، وركبنا غيره وباظ روخر تاني، لحد ما ربنا أرد اكتشفت إن المسامير ده هي مسمار دي ودي كانوا محلولين، والجزء ده هو كان متحرك من مكانه، فلما اتحرك من مكانه الحرف ده هو وصل الدرام وبقى يحك فيه أثناء التشغيل وطبعا بوظه. وهنوريكم شكل الدرام ايه اللي حصل فيه. طب يبقى التنظيف ده هو بيفيد في ان انت تلاقي فيه ايه بعض سمار او لطش كده في الورقة ناتج عن عدم التنظيف دي. لكن مشكلة الحتت البيضة اللي انا وريتها لحضراتكم دي مشكلة تانية لها سبب تاني، هنوريكم نحل المشكلة دي ازاي. اهي المشكلة اللي في الدرام اهي، شوف الجزء ده اهو. طبعا ده هيعمل ايه؟ هيعمل لي خط عريض في الورقة. طيب الجزء المجروح ده هو من الدرام طبعا بيمسك فيه الحبر وتبدأ الشفرة تنضفه، يبدأ ينزل لي على الكورونا اللي جوه الدرام من جوه، فيعمل لي خط اسود عريض. طبعا الدرام بالمنظر دي غيرناه، ركبنا الدرام التاني، لقينا بعد شهر اتنين لقينا نفس الخط برضه. يا نهار ابيض، ايه دي؟ انا كان في دماغي ان ده من الاستخدام، وطلع ان كان السبب كان الجزء الحديد ده هو المسمارين بتوعه مهويين شوية وفكين، ودي متحركة من مكانها وإيه، وبقت الحرف ده هو يحك فين في الدرام ده هو أثناء التشغيل. فنخلي بالني إن نأكد على المسمارين ده هو ونتأكد إن هم كويسين وجامدين، والجزء ده راكب في مكانه مش بارز لبره ولا غيره. هنوريكم بقى هنركب الجزء ده هو إزاي، وإيه المشاكل اللي تخلي الورقة فيها حتة بيضة. طيب هنركب الوحدة دي إزاي تاني؟ أنا ماسك الوحدة في إيدي، كل اللي هنعمله البوز بتاعها هنبدأ نحطه هنا بالراحة جدا أهو. لو حطيتها كده في الاول وخبطت في جزء، لا نرفعها شويه ونحطها بعد الحته اللي بتخبط فيها دي، ونبدا ندفعها للداخل عادي خالص بالراحه كده اهي. اول ما توصل في الاخر نضغط دي لتحت كده. نركز بقى الحته البيضه بتيجي منين. انا طبعا هنركب دي كده الاول اهي، يعني نضغط الاخضر دي كده ونرفع ونسيبه، يا اما نضغط وخلاص. نبدأ نعمل الميد دي للداخل، وهنبدأ نرفع الجزء ده بحيث هنسمع صوت كده. يبقى أنا لو في عندي جزء في الورقة جزء أبيض، يبقى مشكلته إن الجزء ده هو مش راكب كويس. نعمل إيه؟ نمد دي للداخل ونيجي ضاغط عليه بس الأعلى بس كده، هنسمع تكة كده ونلاقيه إن هو ركب مكانه. يبقى كان موضوعنا عن اللي هو ايه، الكورونا الخارجية او الموجودة اسفل الدرام فكها وتركيبها وتنظيفه والمشاكل الناتجة عنه. نتمنى الموضوع يكون فات حضراتكم. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما تنسوش الاشتراك في القناة بالضغط على اشتراك او سبسكرايب. طيب بعد الضغط على اشتراك ما تنساش نضغط على الجرس ثم الضغط على اعجاب او لايك ثم مشاركة الموضوع او شير، وجزاكم الله خيرا.